صباح النور، الغزالات ديالي كي صبحتو؟ كلشي مزيان؟ كي درتو مع هاد الصود؟ الله ينجينا ونجيكم من نار جهنم يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم هاد النهار هذا، ان شاء الله غادي بالوليدات في البيسين. صراحه ما درت حتى حاجه في الدار، ما قدرتش حيت الحاره بامتياز، ودابا نشارك معكم هاد النهار هذا. قبلوا عليا البنات، عرفتي شنو؟ شكون اللي بحالي مابقاتش قادره حتى تاكل بهاد الصاد هذا، راه الله يحفظو. صافي، مهم صراحه اليوم انا متفاشله بالحراره ولا بقله النعاس، ما نعساش مزيان. المهم البنات اللي كينعسوا لهم وليداتهم في الليل، قولوا لي شنو كيفاش الطريقه اللي كديروا لهم يعني بالنهار، واش كتخليهمش ينعسوا؟ وواحد القضيه اخرى بغيت نقول لكم ونسيت، اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد المشتريات وصلتني من عند موقع نيو شيئين، صراحة زوينة عجبتني البنات. صافي، وخليكم معايا الا بغيتو تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. ولكن انتي مازال ما مشتركاش في القناة، ضغطي على الزر الاحمر للاشتراك وفعلي الجرس باش توصلي بالجديد ديالي، وان شاء الله غادي نحط لكم مرة دي فلوق بحال هكا. فهمتوا البنات؟ حيت الصراحة الطياب راه انا ما كنقدرش يعني نكون داخل الكوزينة ونصور، حيت كندير الزيف والدار عندي طيبة، فما نقدرش كنعتذر منكم. ان شاء الله غادي نشارك معكم غير فلوغات، يعني الا خرجت بحال هكا خريجات او لا وصفات البشره او لا تبريمات، المهم هادشي اللي غادي ندير معكم. ونخليكم ان شاء الله تنشوفوا الجو كيفاش غادي يكون في البيسين مع زياد. شوف زياد، كوكو البنات، كوكو البنات، نهاركم مبروك. مبروك. يلا البنات خليكم حتى من بعد نتلاقاو. المهم الغزالات ديالي، غدانا اليوم عادي جدا. انا خديت دجاج الفريت زعلوك، وراجلي خدا كسكسو، ومباشره مشينا للبيسين. هنا البنات مقابله زياد حيت كيتعلم يعوم، صراحه كيدخل غير بوحدو اولا كيكون معاه بابا، فانا يا مقابله وانا في نفس الوقت كنقول ليه شنو كيدير، يعني حتى هاد اللعيبات اللي كيدير في يدياتو كيعاونوه باش يبقى مهزوز. كنبقى نقول ليه ضرب برجليك، طلق يديك، فهمتو؟ هو كيسمع، باغي حتى هو يتعلم. صراحه وعجبني الحال، زعما حيت بلي حتى هو باغي، فهمتوا؟ انا كتعجبني يعني كتعجبني لا ناطاسيون، فما كرهتش انا ولدي يكون هكا عوام كما تنقولوا. انا مسكره باغي يجي وخايف، فكنبقى نشجع واي زياد واي، واخا كيكون هو ما عارفش، ولكن بالتشجيعات ديالكم هو كيفرح وكيعجبو الحال وكيزيد يعطي داكشي اللي في جهده. فهمتوا؟ هنا تقل عليه الماء وكنقول انا ضرب برجليك، ضرب برجليك وحرك يديك من القدام، يعني بحال يدرع. مهم البنات، انا كنبغي نشارك معكم بحال هاد بحال الاشياء البسيطه باش حتى نتوما تكون عندكم فكره، ويعني ماشي غادي نقول لكم انا واعر عليكم، ولكن نقدروا نفيدوا بعضياتنا باشياء بسيطه، ماشي بالضروره تبان عليا ولا نبان عليك ولا. فانا فلوغاتي عاديين كنتشاركهم معكم كيف ما هما. صافي، هنا البنات واحد شويه ومشيت دخلت عنده باش نعوم ولدي الصغير رياض شويه، وجلست تحت الباراسول وهذا كنشوف فيه وكيعيط ليا. المهم صراحه الجو زوين اليوم، كانت الحراره تبردنا فيه. صافي، وخليته حتى عام على خاطره، من بعد لبستهم يعني حويجاتهم. صافي، ورجعنا مباشره لدويرتنا. مهم البنات، هنا مره غادي نبقى نوريكم بعض الشوارع في مدينه خريبكة تحت طلب بنات خريبكة. كنقدم لكم تحيه كبيره وكنشكر اي وحده كتشجعني، اي وحده كتخلي لي تعليق، وكنعتذر منكم بعدا على التاخير ديالي حيت قلت لكم الاسباب شنو هي. ومره غادي نشارك معكم بحال هاد لي فلوغ الا كان نتوما كيعجبوكم، ولا عجبوكم غادي نعرفها غير من اللايكات. مهم البنات، هنا غادي نوريكم وسط المدينه، يعني هاد الشارع اللي غادي تشوفوا دابا هو وسط المدينه، شفتوا؟ يعني من هنا كتكون المدينه. صافي، من مباشره من مور الغدا البنات مشيت نعس وليداتي، ارتاحيت ليا شويه. بعد مرات كندير القيلوله، بعد مرات لا. المهم هذا سميتو شارع الزلاقه، كلشي كيعرفوا. تحيه لكاع الناس اللي ساكنين في هذا الشارع هذا. ودابا نخليكم تكملوا الفيديو حيت كلشي مو
بنات ملي كنسالي الشقا وكنعس ولدي ضروري نعسو، كنتفكر هاد الجلابه اللي ما بغاش تكمل صراحه، دابا بغيت نديرها للعيد ان شاء الله. ها نتوما البنات الا بغيتو ان شاء الله ندير لكم دروس، داكشي اللي تعلمت راني ماشي محترفه. شوفوا ماشي تندور التليفون. ها نتوما البنات ندير لكم الضو باش يبان لكم مزيان. مهم هذا الطرز المتقون، مهم اللي بغي الا بغيتو ان شاء الله نديرو لكم مرحبا. دابا غادي نجيب البرا غندخلها من هنا، نحاول نقرب ياكو. كنا هنا البنات كنبرم الحرير على 4 غير هو كنبرمو مزيان، كنعاود ندخلها من هنا. مهم انا غير بغيت نوريكم شنو كندير من مور الغداء، يعني ملي سواء كنت خارجه اولا كنت في الدار، حيت الصراحة انا بالليل البنات اثر ليا على عيني، كنت كنخدم بزاف بالليل حيت هي فين كنلقى الفرصة. وضروري غادي تقتلكم البرا في يديكم، المهم انا ديما الدماية تخرج من صباعي حيت كتكون ماضية. هادي شفتوا البنات هنا كنجي كندير في النص ديال الوردة، ومن بعد كيف ما كتشوفوا كندخلها نرجعها منه باش هادشي اللي مدايره بيه ما يبانش، وكنرجع ندخل في هاد البلايص هادو باش ما يبانش ليا فين دخلت البرا، باش اللي كانت شي فراغ كيرجع. كنرجع عاوتاني من الفوق صافي كنبقى هكا حتى كنكمل. مهم ان شاء الله ملي غادي تكمل ليا الجلابه ضروري غادي نشاركها معاكم، شفتو كنحاول نوضح ليكم. المهم الا بغيتو كنشارك معكم بحال هكا كيفاش رسمت كيفاش هذا قولوا لي في التعليق، وراه كلشي راسي وعينيا بكل فرح وسرور يا اغلى متتبعات. المهم البنات انا غادي نمشي نكمل، ولكن عندي شي حاجه ان شاء الله في المساء انا غادي نرجع معكم ان شاء الله باذن الله. وفي الوريدات البنات في الوسط فكندير ليهم رقيق بحال هكا اما بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على لاشي اللي تعلمت منها الطرز صراحه ما عرفتش، ولكن الراندا تعلمتها من عند ام عمران. غنخلي لكم اللين، نقول ليها راه صيفطت لنا رباب اللي تعلمات منك باش حتى هي تشوف قناتي ان شاء الله وتعرف بلي راه كنشكرها، وكنقول لها تبارك الله عليك والله يعطيك صحتك. الغزالات ديالي انا رجعت لكم ان شاء الله، غادي نوريكم الهدايا اللي وصلوني من عند موقع شيئين، غادي نوريكم هادشي اللي وصلني. ها نتوما البنات صراحه كتسولوني دائما على الموقع اللي عجبني بزاف التعامل ديالو، انا يا شيئين عندي هو نمبر 1، لا بالنسبه للتوصيل كيوصلني في اسبوعين، لا بالنسبه للملابس لحد الان ما عمرني زعما توصلت بشي حاجه اللي ماشي هي هذه. غادي نشارك معكم هادشي ونعطيكم رايي بكل صراحه. اول حاجه وصلتني في هذا الباكيت هذه، اول حاجه اللي غادي نوريكم ديجا خديت واحد الساك ابيض وعجبني وعاودت خديت منه. شوفوا اول حاجه كيفاش كيوصل هادشي اونبالي مزيان، كيوصل بحال هكا عرفتوا البنات داك السويك الصغير الابيض اللي عجبكم هذا، ها هو بحالو في النوار شفتوا كيوصل على هاد الشكل هذا. صراحة انا عجبتني الكاليتي ديالو مزيان مزيان مزيان، وكنصحكم باش تمشيو تاخدوه. وبالنسبه لاي منتج من هادو غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف، يعني غتضغطوا على العنوان غيبانوا لكم الروابط بالازرق. هذه الاولى هذا عجبني بزاف. الحاجه الثانيه هي اللي خديتها اول مره غادي ناخذ ماما شي حاجه من هذا الموقع، ولكن ما عرفتش واش غتجي قدها ولا لا. هاد القندوره هادي بحال هكا تويب ديالها البنات قطن مبرده في الجنيبات فيها هاد اللعيبات هادو، هادشي باش عجباتني. ها نتوما غادي نحاول نسرحها شفتو ها الكول ديالها، وكتجي هي هكا بالجناب حتى لتحت. ها نتوما حتى لتحت كتبقى هابطه بهاد الكبيلات هادو شفتو. هادي تهي عجباتني التوب ديالها زوين ها نتوما، وكيتجبد زعما ما فيها حتى شي ديفو انا عجباتني. والحاجه الثالثه والاخيره البنات اللي حمقاتني حمقاتني بصراحه، ما كنتش متخيله انها غتوصلني بحال هكا.
هي هاد البيجاما او الكسوه او الكاندوره. المهم انا صراحه خديتها على ود شي مناسبه ولا هكا. المهم البنات انا غادي نلبسها وغادي نرجع لكم باش تشوفوا كيفاش جات. المهم البنات باش تعرفوا راسكم عزاز وغاليات، مشيت على قبلكم بدلت باش تشوفوا، باش نخليكم تزيدوا تثقوا بهذا الموقع هذا، حيت فعلا كون ما عجبنيش ما غاديش نزيد نتعامل معاه وما غاديش نشكر لكم بحال هكا. المهم هاد الكسيوه كيجيوها بحال هكا الفتيحه، فيها هنا بحال الشكل ديال السفيفه ولكن متقونه. التوب ديالها البنات بون كاليتي، ما عندي ما نقول عليه، عجبني. وفي هاد الكبيلات هنا بحال هكذا بهذا الشكل. وبالنسبه لي طاي البنات خذوا غير لا طاي ديالكم، الا خفتوا يعني الا كان عندكم الكتاف وهذا فخذوا مثلا انا كنلبس الاس خذوا الام. هاد الكسيوه هذه البنات خديت فيها الاس حيت انا ما عنديش الكتاف كيف ما كتشوفوا، اما شي وحده عندها الكتاف اولا عامره من الفوق فمن الاحسن تاخذ طاي كبر من ديالها. حاجه البنات نسيت ما قلتهاش لكم بلي هاد الكسيوه كتجي مع هاد الحزام هذا، اللي بغات تحزم هي هذيك، اللي ما بغاتش هي حره. دابا نخليكم لكم روتين بشرتي الليلي. هنا البنات اول حاجه كنديرها وهي كنحيد الماكياج ديالي من الوجه. انا ديماكيون ديالي البنات هو ما ورد اولا ديماكيون ديال غارني حتى هو كيعجبني بزاف. مهم انا من بعد حيت الماكياج غسلت وجهي بهذا الصابون هذا اللي كنت كنوريكم ديال زيت الزيتون، وغادي نحاول ندير واحد مكعب الثلج على البشره ديالي باش نحاول نسد المسام. وهنا غادي نرطب الوجه ديالي بجنين القمح، زيت جنين القمح. زيت جنين القمح البنات علاش كنديرو؟ حيت كيعاون على ازاله البقع الداكنه وحتى الهالات السوداء. صافي وكنحاول ندير واحد المساج بحركه خفيفه على البشره ديالي، وكيكون هذا هو روتيني المسائي. وكنقول لكم تصبحوا على خير.